السلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله درس جديد للمبتدئات اللي باغيين يتعلموا الرمضة. انا سبق لي درت الملاقية ديال الحبيك والملاقية ديال واحد. اليوم ان شاء الله نديروا الملاقية ديال زوج، يعني باش دقة دقة يتعلموا الرمضة. نبداو نشدو هو الاول التوب ديالنا، نثبتوه بالفنايت من القناة هنايا، نثبتوه بالفنايت هكا، وغادي نجيب خيط في الابره، خيط مبروم على 4 ديال الشعرات باش يبان لكم. انا نخدم باللون هذا اللون باش يبان مزيان. غنشد غرزه في التوب هنايا هكا. انا هاد البره خدامه ببره نمره 5، يعني نمره البره المغليضه، كاينه الرقيقه وكاينه الغليظه هكا. هاد العوينه هادي اللي برمت فيها الحرير، انا وريتكم حتى الدرس ديال بريم الحرير، الطريقه ديال بريم الحرير هدرتها لكم في واحد الفيديو خاص بالنسبة اللي بغات تبرم على 3 ولا على 2 شعرات ولا على 4 بحال هذا. المهم هاد العوينة هادي اللي كتكون كدور بالصبع هي فاش غادي ندخل لي برا بحال هكا باش نثبت الخيط ديالي في اللول هكا. دابا اش غادي ندير؟ غادي نشد التوب ديالي كما العادة، ونشد التوب الفوقاني بهاد جوج الصبعات كبير وهذا اللي حداه، والثلاثة الاخرين غنشدو بيهم التوب التحتاني بحال هكا بحال هكا. وغادي نبدا هاد الغرزه الاولانيه، نوريكم هاد الغرزه الاولانيه هادي مثلا كنشد بحال هكا باش ما كنعرض هاد الخيط هذا، كيمكن ليا ندير غرزه اكثر، يعني حيت دابا ولا فهاد الصيف يعني الرنده الخفيفه هي اللي ولات دابا، يعني ممكن ديروا 4 ولا 5 ديال الغرزات هنايا ولا 6، بقاو غاديين بنفس العدد. يعني الا درتي 5 هنايا وانت طالعه ديري 5، وانت نازله ثاني ديري 5، وغاديه بها حتى لتحت وتزوقي عليها بالعقيق ولا تزوقي عليها غير بالطرز. المهم يعني سهله وخفيفه بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا الرنده خفيفه. دابا هنايا غنقصروا انا حيت بنوريكم يعني بيديروا عليها غير جوج الغرزات مثلا هكا، هنا يكون هذا الحجم هذا يعني يساعد ليا جوج غرزات بحال هكا. وغادي نجي غادي ندخل ثاني البره هنايا في الخيط، اولا طريقه اخرى طوري الخيط على البره بحال هكا وتجري دائما كتجري، وهذا الصبع الكبير كيدفعي به الغرزه بحال هكا، دفعي به الغرزه بحال هكا باش تصير لك الغرزه بحال هكا. نجي ثاني هنايا نفس الشيء، ندخل البره تحت الخيط هكا ونزير ندفع بهاد الصبع كما كتلاحظوا. ملي غادي نجي هنايا للثوب غادي خصني نشد في الثوب، غادي نشد غرزه تكون نفس القياس ديال هاد الغرزه الاولانيه اللي شديت، يعني نشد غير شويه في الثوب بحال هكا، ولا ندوزو كاع حنا البره بحال هكا باش تعرفي العبار، دوزي البره بحال هكا بقاي خدمي نفس العبار بحال هكا. ملي غنشدو في التوب واحد النصيحه نعطيها البنات، حيت ملي كيكون ملي كتكوني مبتدئه او كتبداي تخدمي كتبان لك بحال الخدمه كيبانوا الخيوط، يعني كيبان لك الخيط. علاش؟ لحقاش هاد التوب هذا ما كتشديش نفس النيفو، دائما كتشديش نفس العبار، دائما يكون نفس العبار نفس العبار بين هنا وهنا بين هنا وهنا، ماشي تكوني غاديه خدامه وهذا غادي هكا والاخر الفوقاني غادي هكا، غادي تجبد لك الخدمه وما غاديش تجيك مفينيه مقاده. ملي تكوني خدامه دائما حرصي انه هذا الثوب التحتاني حيت هو بزاف اللي كيمشي لتحت، بقاي شاديهم دائما بصبعك باش يكونوا في نفس داكشي. علاش خدمنا هذا اليد كامله كتخدم صبعان ثلاثه كيشدوا هذا 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 الثوب التحتاني، وهذا الفوقاني كيشدوا جوج صبعان الاخرين. يعني هادو نصائح كنتمنى يفيدوكم، حيت بزاف ديال الاخوات كنشوف كيحطوا ليا يعني التطبيق ديالهم في الفيسبوك، وكنشوف انه عندهم هذا المشكل ديال انه هاد الخيط اللي هنايا الوسط من هادو كيبان. علاش؟ حقاش كتوسعي في الخدمه وانت غاديه، بقايش توسعي في التوب في الفرق، يعني في الفرق بين التوب والاخر اللي كتجمعيهم بالرنده يكون نفس العبار بحال هكا. وانت كتزيري هنايا شد غرزه في التوب كما قلت لكم، يعني باش تعرفي نفس العبار ممكن ديري هكا غاليه مع باش تعرفي نفس العبار باش ما تبقايش كما كتلاحظوا. راني درت جوج غرزات وانا نازله قبيله، فاش طلعت ثاني جوج غرزات هاني. دابا دائما تحترموا ما تزيديش شي غرزه، حيت الا زدتي شي غرزه ولا نقصتي وانت ما عارفاش راه تخسر لك الخدمه.
دابا انا نخدم دابا دابا يعني غنبقى غاديه غير بحال هكا، يعني انت غاديه نازله بجوج غرزات طالعه بجوج غرزات بحال هكا، وتحترمي التوب ديالك نفس القياس في التوب باش ما يجيكش الخدمه واسعه وتجيك الغرزات، خص الغرزات تكون متقونه. كيفاش كتكون متقونه؟ بهكا يعني ما يبانش لك شي فراغ بين هادو، تبان لك غير هاد العوينه هادي صافي، والخدمه تكون مسدوده هكا. والبرا يعني ما يمكنش الا خدمتي بالبرا من غير البرا ديال الرامبه صراحه كتبان لك، كيبان لك الديفو في الخدمه، ما كتبانش الخدمه مقاده، كيبقى بحال كنتي كتجر لك هي الراس ديالها حد اكثر من هادي ديال الرنده، كتكون شويه الراس ديالها ماشي يعني اش نقول لك، ماشي كيدق بزاف يعني ما حادش، داكشي علاش كتبقى تشد ليك الاخرى البرا العاديه اللي حاده في الراس ديالها كتشد ليك الخيوط من الرنده. دابا هنايا نشد تاني فتو، انا غنخدم واحد المسافه ونرجع لكم باش نوريكم كيفاش ديروا الخيط الى تقاضى لكم. دائما تحترموا جوج غرزات كما قلت لكم، وكنشدوا في الثوب بحال هكا. دابا انا غادي ننزل باش نركب لكم خيط، نجي نوريكم كيفاش تركبوها. واحد غرزه، ها الثانيه هكا، هادو هي الملاقيه ديال جوج. دابا غادي نجي هنا، ما غاديش نشد غرزه في الثوب، انا باقي عندي الخيط وريني غادي نقطعو باش نوريكم كيفاش تركبوا خيط جديد. غنقطع هذا الخيط طويل، نجيب خيط اخر جديد، نجي غادي نشد غرزه هنايا في الثوب كما كتشوفوا، وغادي نشد مع الثوب، غنشد مع هذا الخيط اللي اتقضى، غنشدو بحال هكا باش نخدم عليه بحال هكا، ونشد غرزه ديك العين ديال الخيط هكا باش نثبت الخيط ديالي الجديد بحال هكا، ونبدا نخدم عادي، خدم عادي الخيط ديالي ها هو اللي بحال تركب، غنبدا نخدم به عادي غير هنايا في الاول صغير هكا، ونكمل الخدمه ديالي بحال الا نفس الخيط رجعت به بحال هكا. دائما جوج غرزات بحال هكا، نجي تاني نشد غرزه هنا واحد، ندفع بعض الصبع ونشد غرزة اخرى تاني هنايا، وهذا الخيط بيتي تخدمي عليه مازال شوية بحال هكا، ولا ما بغيتيش ممكن تفنيه لداخل في التوم ونوريكم كيفاش، وتعقديه وتقطعيه، يعني ممكن تخدمي عليه واحد المسافة بحال هكا عاد باش تفنيه وتقطعيه. نجي بحال هكا تاني جوج غرزات كما قلت لكم، باش كتجمعوا الثوب بصباعكم بحال هكا، الا كنتو خدامين خدمه يعني واسعه كتبقاو تشدوه في نفس العبار، نفس العبار كتحاولي تجري دائما الثوب باش تكون عندك نفس العبار، ما فين كتزاكلي مع الغرزه ملي ما كتجيكش متقونه. نرجعو تاني، ها غرزه وحده كندخلو في هاد البلاصه هنايا، بلاصه الغرزه كندخلو البرا ديالنا هنا، وكندخلوه تحت هاد الخيط، وتحت هاد الخيط نشدها بصبعي بحال هكا، وكنزير بهاد الصبع بحال هكا، نجي تاني هنا غرزه تاني، دائما الخيط البرا تحت الخيوط هكا، وهنايا حتى هو نفس الشيء. انا دابا خليت الخيط مبقيتش خدمت عليه،
باش نوريكم كيفاش. دابا هذا غادي تخدمي بيه عادي، تبقاي تمشي وتجي تطلعي وتنزلي بالخدمة ديالك، حتى تلاقي فين باغي تلاقي، يعني بيتي ديريها في القدام، بيتي تلاقي بيها، تلاقي بيها جلابة كاملة، بيتي انتي يعني الرندرة كل واحد وذوقه، كل واحد واش بغا يدير. بيتي تلاقي بيها حتى القدام، وديري شي طريزة ولا شي حاجة، بيتي شي جلابة خفيفة يعني ممكن، علاش لا. نزيد هكا هذاك الخيط اللي تقاضى ليا. دابا هذا غادي تكملي به نفس الطريقه، ملي تقاضى تجيبي خيط اخر تركبيه كما ركبتيها، كما ركبتي هذا، غادي تدوري الثوب ديالك. هذا الخيط هو اللي تقاضى، التي قلبتو، نديرو في الابره هنايا ورا الخدمه كما كتشوفوا، راه هنا اللور ديال الخدمه. غادي نشد الخيط ديالي، غادي ندخله هنا هاد التكفيفه اللي درت في الوسط ديالها هنايا، وغادي نعقدو بحال هكا. ممكن ديري جوج عقدات كاع بحال هكا، وغادي تقطعيه بحال هكا. هاهي هكا، وغادي تكملي الخدمه ديالك عادي كما قلت لكم، وغادي تجي تاني ديري تركبي خيط اخر نفس الشيء، وتدفنيها هو راه تدفن هنايا بين في الطويه في الثنيه ديال الثوب بحال هكا. كنتمنى يعني هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم، وتكون الطريقه ديال هذه الخدمه ديال الرنده ديال الزوج باينه واضحه، راه ساهله يعني بحال ديال واحد، غير كديري هنايا في الاول زوج غرزات. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الطريقه ديال التدفين ديال الخيط. ما تنساوش تشتركوا على القناه ديالي، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش كذلك تقولوا لي الراي ديالكم، وما تنساوش ديروا لي جيم الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.